انت ما فيك تفهمي شي بسيط شرسي؟ شو كنت رح اعمل انا لو صار لك شي؟ عندك شي فكرة انا شو كنت رح اعمل؟ شرستي وعديني بشغلي وحدي بس، انه انت ما رح توقعي بورطة مرة تاني بنوب، لانه انا عن جد ما بعرف شو مشكلتي، ما بعرف بشو عم حس، بتمنى انه تفهميني. ما بعرف، بعرف شي واحد بس، ما فيني شوفك واقعة بمشكلة وانا عايش. شرستي بصراحة انت عن جد بتهميني. نحنا لازم نروح من هون هلأ. سمير أنا حتى أنا كان بدي، يعني أنا كمان كنت بصراحة سمير، يعني جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.